منوره النهارده طبعا يعني الاحتفال بمولد مسلسل جديد جريمه منتصف الليل. طبعا يعني بيبقى احساس سعيد جدا لما تلاقي العمل خلاص يعني هيصل للجمهور وهيصل للنور. يعني احساسك ايه النهارده؟ احساس طبعا انا مبسوطه جدا ومبسوطه ان انا بشارك في عمل زي ده ودخلت بشخصيه جديده. اول مره اعمل شخصيه دكتوره اسمي الدكتوره نبيله، دكتوره نفسانيه وادمان. فاول مره ادخل يعني العب الشخصيه دي. لو اتكلمنا عن الطب النفسي عالم غويص جدا يعني جداً. ازاي يعني اذا جبت الشخصيه عشان تطلع في احسن صوره؟ هل لجأت مثلا لاطباء نفسيين او عملت معايشه مع اطباء مثلا نفسيين وحالات مثلا؟ ايوه طبعا علشان الشخصيه زي ما اكون انا بدرس طب نفسي يعني لازم طب نفسي لازم. فكنت بستعير كنت بسأل دكتور نفساني كنت بستعير بيه وكنت بذاكر الشخصيه كويس لان هي عارف فيها مصطلحات طبيه. فكنت مش بذاكر شخصيه انا بدرس علم نفس مصطلحات نفسها. طب هل برضو يعني جلست مع مرضى من هذا القبيل يعني؟ والله انا جلست مع مرضى بس مش كان بالنوعية دي. بس انا قعدت مع دكتور نفساني علشان افهم منه الشخصية وافهم منه المصطلحات. كان لازم ان انا استعير حد يعني. لان في فعلا مصطلحات يعني طبية يعني لو زارت الجمهور يعني ممكن يخدها بشكل تاني خالص يعني. يعني لازم ده علم نفس فدكتورة نفسية يعني لازم تكون مذاكرة طب النفسي. مش موضوع ان انا بمثل دكتورة وخلاص لان في مصطلحات وفي شرح انا بشرحه لحالة نفسية. فلازم اكون عارفة انا على دراية انا بقول ايه وفاهمة مش مجرد ان هو كلامه بس. العمل زائد يعني الكواليس كانت عاملة زي مع الابطال العمل الفنانة رانيا يوسف الفنان الكبير طبعا احمد عبد العزيز وباقي الفريق يعني. والله هو الكواليس كلها حلوة جدا وكلنا بنحب بعض وده اهم حاجه لما بتظهر على الشاشه. وانا كنت مبسوطه ان اشارك في عمل زي ان العمل حلو ومهم وبنتكلم عن شباب بتاع الجامعات واللي بيحصل دلوقتي. فلقيته عمل حلو جدا ومفيد جدا وفي نفس الوقت الشخصيه كمان عجبتني ان انا هلعبها لانها جديده عليا. فانا كنت متحمسه جدا ان انا العب الشخصيه دي. امتى حضرتك بترفض الدور يعني؟ امتى حضرتك يعني بتقولي ان الدور ده مش هشارك فيه؟ لما احس ان هو دور ملوش قيمه في الدراما او دور او مقرره نفسي. لو شلنا دور يبقى ملوش اهميه. يعني لو شلنا الشخصيه ديت لو ملهاش اهميه مش هعملها. لازم يبقى الشخصيه ليها اهميه. مش مهم حجم الدور بس المهم انها تكون مؤثره في الدراما. وفي نفس الوقت انا ما بحبش اكرر نفسي يعني بحب ايه العب كل الشخصيات التنوع. عشان كده انا حبيت الشخصيه دي لانها جديده عليا ومتنوعه وانا بحب العب شخصيات متنوعه. كيف عن الزعيم عادل امام ويعني طبعا تكرمه مؤخرا بعد ما اعلن اعتزاله يعني. يعني شفت اعتزال الزعيم ازاي؟ يعني قامه يعني حوالي 60 او 50 سنه فن. هو قامه جدا ويستاهل كل حاجه حلوه ويستاهل اكبر تقييم لي طبعا. ده ما ينفعش حد يقول اكتر من كده يعني. طب اخيرا يعني رساله بقى لجمهورك وكل الشعب المصري. اقول لهم احنا طبعا قربنا على شهر رمضان. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله رمضان يبقى سعيد على امه الاسلام كلها واتمنى الامان والسلام ان شاء الله. يا رب ان شاء الله الصحه وربنا يوفقك في يعني في كل اعمالك اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله وميرسي ليكم وكل سنه وانتم طيبين. احنا سعداء جدا يعني وانا كمان والله.